يا الذكريات، حتى الميوزك الحالة ترجعك لعالم يا شيخ، كذا عالم الطفولة الجميل. يا أخي وين الألعاب هذه؟ ليه ما نلعبها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ عساكم طيبين، معكم صالح وبنز، رجعت لكم بحلقة جديدة من سلسلة ألعاب الطيبين. وعندنا لعبة، خلونا نخفض الصوت، عندنا لعبة من الألعاب الجميلة جدا والحبيبة على قلبي، لعبة ديزني طرزان أو طرزان سميها، أو ترزان أو تارزان اللي تسميها زب. يا أخي ليش كذا؟ زمان كنت إذا ما ضغطت شيء في القائمة يجيبون لك كذا كاتسين، مدري ايش يجيبون. فجايب لكم اللعبة هذه الجميلة، من أفضل الألعاب اللي كنت ألعبها وأنا صغير. طبعا كل الألعاب اللي أجيبها لكم كنت ألعبها وأنا صغير، يعني مستحيل أجيب لعبة ما قد لعبتها. خلونا نتذكر الكاتسين هذا لأني نسيته صراحة. أوكي، الغوريلا قاعدة تدور ولدها اللي هو طرزان، طبعا حركت عليكم. يو يا الذكريات صراحة، ما أدري الكاتسين هذا وش فايدته، لكن بس يرجع لنا الذكريات الجميلة. طيب خلونا نلعب الحين ونتذكر كيف كانت ألعاب أيام زمان. والله يا أخي شوف، هو في خريطة فوق ولا وش ذي؟ نجمع أشياء. طبعا زي ما أنتم شايفين الجودة ما أدري إيش توه في الحياة، والمهمة إنك تجمع الفلوس دي وتجمع هذه. وأرجع شوفوا جاء هناك ورجع، وجمع موز وتلعب ختم أو ستوري. بس كانت لعبة مرة رهيبة، ومتأكد إن 90% من الناس اللي في جيلي، طبعا من أيام مو التسعينات، إلا التسعينات صح، يتذكرون. يا ورع ليه ضربني ذا؟ وش سويت له؟ ضربني من حاش بس. يا هو جاء مرة ثانية، امسك واحدة ثانية. والله يا لعبة رهيبة، كنا نلعبها يعني هذا يضربني بعد. امسك يا ورع امسك. اوه عندي زرين، واحد يرمي فوق واحد يرمي تحت. طيب حلوين، دمجت انا شوي. المفروض الموز اللي تو ما اخذناه عشان نرجع الهيلث حقنا. الفراشة اتوقع تشيك بوينت. يا اخي وخر يا اخي، جاء القرد. لا الفراشة تشيك بوينت. هذا وش يموت ذا؟ او ما يموت بس انك تنط. ما يجيني شيء. تعال الا والله يجيني شيء. يجيني شيء. طيب ايش تسوي؟ وات؟ طيب ايش سويت انا؟ والله ما ادري ايش سويت. الزبده خلونا نحاول نجمع الكوينز هذه. طبعا زي اي لعبه كلاسيكيه زمان، انك تجمع الكوينز في اللعبه وتعطيك هيلث، مو هيلث او موته او حياه، تسموه اللي تسمونه. برضه تقدر تعلق فوق صح؟ او نطلع من فوق؟ تتعلق فوق. اوكي ارم ارم ارم، تكف تكف ارم، ارم على المتخلف هذا. يسوي لي شيء؟ ما يسوي لي شيء. يا هاي لعبتي المفضله، ما اتذكر. والله ما اتذكر من جد، نسينا كل شيء. اتوقع هذه تعطيني، ايش تعطيني؟ تصدقون نسينا وش كانت تعطينا الاشياء. يا ورع يا بطيء التحكم. امسك تكفرمه. الو ما يرمي، ارم ما يرمي، بطيء التحكم. هذه سكنه ولا بكمل ما بقول شيء. هي تذكرني في حرب. جاء الورع هنا يا متخلف. امسك تستاهل. اوكي لازم ننزل تحت عشان ناخذ الاشياء اللي هناك، وبرضه لازم ناخذ الموز اللي هنا. حرف الحين نجمع كلمة طرزان اسم اللعبة يعني. بس قبل ما نجمع اسم اللعبة لازم نروح هنا عشان ناخذ الموزة. حلو عشان نهيل. هذا ايش تسوي؟ تسوي شيء ذي؟ احسب النبات هذا يسوي شيء. هذه التعليمات يعلمني، يقول هذا ايش تسوي؟ خلينا نشوف. اوكي يقول ارم فوت. ورع نعمة وش اللي يفوت؟ امسك. طاح الغبي. يا غبي. طيب اللعبة كانت مرة رهيبة، فيها مراحل صعبة. هذه في البداية سهلة تعرف، زي أي لعبة ثانية. تعليمات في حرف هنا، خلونا نرجع ناخذه. بس كيف؟ أتوقع أول شيء خلونا ننزل تحت نشوف في شيء. يا في شيء. كويس إني ما طحت. هذا إيش يسوي؟ هذا يطول الدم حقي أو هذا. لين توصل الأخير، بعدين نبغى نرجع يسار. هذا الورع يطيح أشياء والله أتذكر. لا يا متخلف، نبغى نروح هنا. أيوه ندخل هنا. هلا والله. لا حنا جينا. يا ليل إيش فيني أنا ما أعرف ألعب يا عيال. تذكر الغراب اللي هنا يطيح اشياء، فخلونا نكون مستعدين. امسك يا ورع، امسك امسك امسك. تستاهل. مشكلة الحيوانات ذي يا اخي كيوت كذا، تقول لا ليش نضربها؟ يوم تمر من جنبها تصكك كذا بس تشطفك وتتدمج. شفتم ان هذا المتخلف يرمون اشياء؟ الله ياخذ، كنت وياه جيب الموز بس. والمشكلة على الفرة، يعني يروحون يجون يصفقونك. شباب ما يصير. لا فكنا من تيرت ذا اخويك، خلنا نطلع فوق. يعلم كيف تتسلق، سهل التسلق. توقع تطلع الشجره وبعدين خلاص تروح يمين. ايزي. صار معنا سيف. هذا والله كيف اطعن؟ طيب الو كيف اطعن؟ ار1. ار1 اوكي هو ال1. في زر ثاني. اوكي كذا يطعن وكذا
اوه قاعد اغير اللي فوق. هذا الرصاص صح؟ اوه تذكرت ان عندي مو رصاص الفاكهة اللي ارميها، ذكرت ان عندي اكثر من نوع مو نوع واحد. شوف شوف تجمع، هذا يتوقع قوية متفجرة او شيء. فما نبغى نجرب، نبغى نجرب واحدة. اي هذه بلاش، هذه ما تخلص. خلونا ناخذ ترت خوينا. واخر يا ترت واخر كري. خلونا الحين نروح نشوف وش الوحوش اللي بنقابلهم. في واحد هنا، امسك ما يرمي، امسك امسك امسك. مسكين ذا، احس المفروض ما نسوي شيء. الحين جمعنا قطعه من اللوحه هذه او التركيبه هذه، فلازم نجمع القطعات كامله او القطع قطعات. ايش قطعات؟ لا ترمي. او هذول ما يرمون. او كويس ما يرمون بس يطوفون فوق. نبغى نطعن ذا، تعال امسك امسك. طعن بالواي فاي بعيد الطعن، ما ادري كيف تدمج. طيب حلوين، ابغى اخلص المرحله ذي عشان اشوف ايش المراحل اللي بعد. يا ورع يا ورع، امسك امسك. لا لا بسرعة. اوه اشوى، احس بيصكني. اوه رصاص جامد، هلا والله. اقدر اطلع هنا؟ ما اقدر اطلع هنا. طيب من وين الطريق يا شباب؟ او من فوق. اوكي اوكي ايزي ايزي سهلة. ورع ورع ورع، امسك امسك. والله انها رهيبة يا اخي، يا الله الالعاب الجام. اوه اشوى احس اني دمجت. هذا ما يدمج صح؟ خلنا نطعن المتخلف هذا. امسك يا ورع، اصبر امسك امسك. وش الهبوط ذا؟ لا لا غشاش، والله غشاش هبطت. اوه خلونا نجرب القنابل الجديدة هذه، عندنا 10. امسك، والله جامدة جامدة يا عيال، يعني حقت المراحل الصعبة وكذا. هلا والله قطعة ثانية. اوه هذا وش يسوي؟ امشي 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 يا ورع. اتذكر اني اطعنه صح؟ خلونا نشوف. اصبر اصبروا، اطعن امشي. ايوه ايش الطعنة ذي؟ اي امشي زيادة 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 يا ورع يا ورع. بعد بعد، تدرون ما نبغى فلوس اصلا، ابغى الحرف صح، ابغى الحرف. ايوه حرف الحرف، هلا والله. اوكي الفلوس سحب عليه، ما نبغاها اصلا. طيب هنا في متخلف، ليش الشاشه صارت قريبه؟ ما عاد اشوف شيء، صارت مره قريبه. تالنت، هذا الورع يرمي. يا ورع امسك. شباب ايش المحاصره ذي من كل مكان؟ في احد قدامي هنا؟ ما في احد. اوه قطعه، هلا والله، بقينا واحده بس. طيب خلونا، كويس انه ما دمجني. خلونا ندخل داخل الشجره، اكيد في موز. موز يا شباب، او حرف، في حرف شطفناه لان احنا اخذنا اخر حرف الحين، فالمفروض انه باقي حرف واحد بس. شباب شباب ايش هذا؟ ايش هذا؟ أو يا ورع. اوه ذا مكان خايس، نحاول نرمي عليه ذي. اها يا ورع، تدري والله ما نفس عنده قطعه هو. امسك، استاهل لان عنده قطعه هنا. نبغى اي، ما عاد اقدر امشي. اوكي هنا هنا، ايوه خلصناها كامله. ليتس جو، النهايه. هلا والله بالنهايه الجامده، كانت النهايه كذا وخلاص، تعتبر المرحله الاولى يعني خلصتها، والمرحله اللي بعدها. هلا والله، اللي سويناه انه ما جمعنا الكلمه للاسف، جبنا القطعه كامله. تقول سيف اللعبه حقتك. اي اكزت. اوكي يعطيك العافيه، اكزت. ما نقدر نسوي سيف، فخلونا نضغط كونتينيو. هذه المرحله حلوه، المرحله هذه اننا نتزلج في النهر اتوقع. والله اني اي والله، هلا هلا هلا. السمك يدمج، واضح انه يدمج. اقدر ارمي شيء؟ ما اقدر ارمي شيء. الفراشات ذي ما تدمج، ما ادري شنو هم دوري. ليش اخذ هذه دامني ما اقدر ارمي؟ ولا كذا بس تجميع. هذه وقت صح؟ هذا وقت مع 11 ثانية، 10 ثواني. اوه هذه مرحلة الوقت. ما اقدر، ليه ما اقدر اخذها؟ اللف بطيء يا شباب. الوقت الوقت الوقت، اعطوني وردة تكفون، مو وردة، نبتة نبتة. شباب شباب ما يصير، فشلتونا يا ليل. اوكي ما كنت اعرف ان هذيك تعطيني وقت، فخلونا نعيد. اوه وات، وداني مرحلة ثانية على طول. لا كنت ابغى اعيد. جوينج ايب، اوكي الحين يقول لك خلك قرد، يعني تصير قرد عشان المهمة الغريبة هذه بس. اوكي اوه ضفادع، صار الوضع اصعب. خذ الخنجر حقنا اولا. اوه تذكر ذا، هاي امسك اهجم امسك بس. ثلاثة يموت صح؟ اربعة خمسة. اوكي في طريق فوق، خلونا نطلع منه. بس الضفدع هذا، الضفدع، وش الضفدع ذي؟ كيف اطلع فوق؟ اوه هنا اطلع فوق ذي، بعدين هناك. فخر ايوه. اوه في حرف هنا. اوكي حلو حلو حلو، والله مره رهيبه اللعبه، كانت جدا ممتعه. كل واحد من اخواني له موته، اللي يموت برا. يلا اللي بعده. اسد ذا، لا شكله خرشني. مع السلامه، وخر يا ترت، ما ابغاك، وخر وخر. هذه التعليمات يجي يعلمنا. هنا عشان تعلمونا كيف تتمرجح صح؟ اتوقع والله، بس اني ما نحتاج ان شاء الله لاننا نعرف. اي والله، تطلع فوق اولا بعدين كذا تمرجح. ايوه ايزي، بس نطلع فوق عشان في فواكه، في اشياء جامده فوق. بعدين اعطك كذا، اعطك كذا، ايوه. الخلفيه اللي ورا تشوف كذا اشجار، ما مو شجار. يا هذا يا هذا الورع، لا تضرب. او في لوحه هناك تشوفونها، كيف نروح لذيك؟ من تحت صح؟ اي والله.
قاعد اطعن قاعد والله العظيم والله ما اخليك امسك تستاهل انت اني مره تحترم نفسك ما تطعن ما تضربني وانا قاعد العب وش اللي هنا هلا والله في لوحه حلوين اللوحه هذه ما ادري ايش فائدتها الى الحين اتوقع تعطينا اكس بي بس هذه ايش تسوي كذا جاك القصف الجوي واخر انت وياه تكسره كذا اي وبرضه تذكرت انك مع الوقت اذا لعبت المرحله اكثر تصير كبير اللعب والله العظيم لو ما تفكنا شرك باقي ما يموت ذا اي موت اللعب حقك يصير كبير يكبر يصير طرزان الحقيقي يعني مؤخر انت وياه اتوقع قريب اصلا حتى اللعبه ما هي مره طويله هلا والله بالضفادع السلام عليكم مع السلامه يا ابوي اوه تشيك بوينت كفو تشيك بوينت ما يحتاج تمر منه بالضبط عشان تاخذه دمشت انا من ايش؟ والله دمشت من حاجه ما ادري ايش فك كنز تحت يا طيب اخر الطريق لو سمحت حتى الميوزك حقت اللعبه حلو يو الحين يجونك القصف الجوي بسرعه 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 اخر بس اخر اخر بس دمشت انا ما ادري من ايش بس اوكي هذه مانجا ما ادري كمثله ما ادري ايش رصاص اوكي I'll take it هاي هذه ايش تسوي؟ اه هذه جمبر شوف شوف تنط فوق سهله ما يحتاج اخر انت يا الطيب خلنا نخلص المرحله ذي بسرعه لو سمحت هذه هذه قد يدو شوف الورع يجي لنا او في طريق ما في طريق وخر يا شباب اح وبموت يا عيال باقي لي تفله واموت شوف الهيلث حقي يا ما عاد في احد هنا موز ليتس جو هلا والله ايوه هذا وشو هذا جمبر صح ياب جمبر شال جمبر عش افكار اللعبه حلوه صح انها كذا عش ويخليك تنط على فوق كيف بس انها يعني الفكره الاساسيه حلوه حقت اللعبه فوق هنا لا يدمجني لا يدمجني اح والله بموت يا عيال لا موت تكفى فضيحة والله لعبة سهلة زي كذا موت فيها هلا والله موز تعال ثانك يو قاعد ارفع راسي انا ما ادري ليش توني ماخذ موز توني ماخذ موز والله ما ادري وين بروح بس اني بنط ايوه نط بعد نط اخذت تشيك بوينت لا 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 كويس عادوني من هنا على طول يلا خلونا نكمل عشان ننهي المرحلة ذي واهم شيء اذا عادوك يعطونك فل هيلث فاتوقع ان نكسرها ذي لا ما نقدر نكسرها واخر يا شباب انا رايح للنهاية على طول نقدر نتسلق فوق حلوين نقدر نتسلق هو في طريق من تحت هلا والله الطريق اللي تحت ينزلني هنا والله ما انتبهت له حلوين المرحله ذي شوي اصعب من اللي قبل يا اخي يدمجني هذا اها اوه مو صعبه كوحوش وكذا لكن الطريق حقها مخربط شوي هلا والله ما ابغى اجمع بروح النهايه على طول واخر يا شباب واخر يا شباب هذا ايش انا اكسر هذه اللي قدامنا تذكرت حلوين حلوين ايزي ايزي جيب الموز اللي هنا لو سمحت يا ورع يعني عصفور انت المفروض تطير فوق تمر من جنبي ليش؟ اوه ما في طريق من هنا وات؟ طريق من فوق اوكي اوكي طريق من فوق برضه من الصعوبة انه ما يعلمونك الطريق من وين؟ انت فكر الله لا يهينك واعرف الطريق من وين؟ تشيك بوينت بنط كذا هذه رهيبة والله رهيبة يا عيال يقلع ام الفنة هي اوه نطيت اشوى انحسب لي اني نطيت تعالوا انا في اليمين يا طيب احا صفقت والله اقدر اضرب ما اقدر اضرب ولا اسوي شيء فلازم تكون مركز من وين بيجونك الاعداء نط تعال مني اها المفروض اني ازحلق لليمين لانه دوخه صراحه التصوير حقه ما ادري كيف يمين بعدين يسار ايزي ايزي الكواليتي صراحه سيء اه هذه ما فهمت الى الحين وانا اروح يمين ولا يسار هلا والله بالجلنط هلا والله بالجلنط وصلنا للنهايه يا شباب يس يس احساس مره رهيب اذا وصلت النهايه طبعا ما اخذنا في اشياء كثير ما اخذناها لاني قاعد اخلصها بسرعه فبس هذا اللي كان عندي اليوم اتمنى الفيديو عجبكم حط لايك اذا عجبكم المقطع لا تنسى تكتب لي قد لعبت اللعبه هذه قبل كانت من العابكم المفضله ولا لا ختمتها ولا لا وبس السلام عليكم. We'll be right back.